لما نيجي نبص على المنظومة الطبية زي ما حضراتكم شفتوا مشروع التأمين الصحي الشامل بنضيف عليه تطوير مستشفيات ورفع كفائتها إنشاء مستشفيات جديدة مبادرة 100 مليون صحة ففي كتير جدا اتعمل في القطاع الصحي بس عشان كل المنظومة دي كمان تنجح لازم نحافظ على أطبائنا ولما بنيجي نتكلم على تحسين ظروف الأطباء ده سؤال عايزين نعرف إيه اللي تم فيه وإيه اللي لازم يتم فيه خلال الفترة الحالية مش هتكلم بتفاصيل في الإطار ده لأنه هلجأ إلى المتخصصين ضيوفي الكرام دكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء برحب بحضرتك معنا يا دكتور أهلا بحضرتك يا دكتور محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برحب بحضرتك معنا يا دكتور أهلا وسهلا دكتور إيهاب إيه اللي تم فيما يخص تحسين يعني الأحوال الأطباء على مدار الفترة الماضية ويعني هننتقل منه إلى إيه اللي لازم يتم الفترة الحالية طيب في الحقيقة في لجنة تم تشكيلها في وزارة الصحة اسمها لجنة تحسين أحوال الأطباء نعم بدأت من قبل رمضان من حوالي 3 شهور وكان المفترض أنها تعقد اجتماعات بينها وبين المتخصصين وبين أعضاء من مجلس نقابة الأطباء لدراسة كيفية تحسين أحوال الأطباء للحد من هجرة الأطباء إلى الخارج التي أصبحت بأرقام مفزعة في الحقيقة تهدد الأمن الصحي المصري إلى الآن تم عقد عدة اجتماعات ولكن إلى الآن لم تصدر توصيات عن هذه اللجنة وعندنا جلسات الحوار الوطني اللي بدأت حديثا بالنسبة لقطاع الصحة يعني طبعا لسه لم تستكمل الأمر نتمنى إن تصدر عنهم توصيات تترجم فعليا إلى قرارات تنفيذية على الأرض شوف يا أستاذ رامي إحنا لينا سنين بنطالب بحاجات أساسية لإصلاح المنظومة كلها لأن في الحقيقة تقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري مش ما أقدرش أفصلها عن حق الطبيب المصري الاتنين ماسكين في بعض زي السلسلة هحسن دي هتتحسن هنزل دي هتنزل ميزان الحقوق والواجبات بالظبط كده لازم يبقى في عندي حق قصاد واجب علشان اقدر اقول ان انا هحسن المنظومه الطبيه اللي قدامي كويس طيب خلينا برضو نرمي الكره دلوقتي في ملعب مجلس الشيوخ اوكي احدى غرفتي البرلمان في مصر دكتور محمد في مجلس الشيوخ وحضراتكم مثلا قانون المسؤوليه الطبيه نظرته فيه ونظرته في التعديلات واحيل الى البرلمان لكن النقابه بتقول احنا بقى لنا حوالي 7-8 سنين مقدمين المقترحات بتاعتنا ليه القانون لم يصدر حتى الان طيب هو اولا انا بشكر حضرتك على ان حضرتك طرقت هذا الموضوع وبشكر اداره القناه واداره المتحده انها طرقت هذا الموضوع لانه فعلا موضوع حيوي جدا نعم خلينا بس الاول نحدد هو المشكله فين احنا ايه الموضوع محدش ينكر ان احنا عندنا مشكله مع شباب الاطباء شباب الاطباء حاليا بقوا بيسعوا للسفر للخارج اكتر من سعيهم للبقاء نعم في عزوف كامل او شبه يعني عزوف بنسبه كبيره لشباب الاطباء على الالتحاق بالسلك الحكومي اللي هو كان منتهى الامل من 30-40 سنة لاي حد مش هنقول الاطباء بس كان ده التراك بتاع كل طبيب متخرج الحقيقه ان احنا في المجلس جزء من دورنا يعني ان احنا نبحث في الاسباب ونقدم اقتراحات بالحلول كويس. بالفعل من حوالي 6 شهور في دور الانعقاد اللي احنا فيه ده كنت قد تقدمت بطلب اقتراح برغبه لدراسه تحسين احوال الاطباء مصحوب بما يعرف بريتنشن بلان ودي او خطه الابقاء يعني ريتنشن يعني هي اسمها كده بالانجليزي ودي مش احنا بس اللي عملناها في مصر دي الريتنشن بلان دي حاجه عالميه ابتدت في العالم كله تشتغل او يعني تاخد حيز كبير بعد الكورونا تحديدا كويس طيب كل الدول ابتدت تدور اعذرني هنا المقاطعه من خلال الدراسه اللي حضراتكم قمتوا بيها ايه الاسباب الرئيسيه اللي بتؤدي الى او ادت الى زياده معدلات هجره الاطباء الى الخارج السيد الرئيس قبل كده في احدى المؤتمرات قال انا عارف انه الاطباء كتير منهم بيهاجروا بره عشان في دخل افضل فده احد الاسباب ايه الاسباب الاخرى طيب خليني بس اقول لحضرتك بقى نقطه مفاجاه احنا لما جينا نعمل الاقتراح برغبه ده انا كنت يعني انا ومجموعه من زمايلي اشتغلنا على دراسه في الارض وانا اصلا استاذ جامعي فقريب من الطلبه وببقى قريب منهم شويه لحد يعني سنوات بعد التخرج سنوات كويس يعني بنفضل اصدقاء وفعلا عندي اصدقاء من دفعات كتيره جدا ما شاء الله وفي منهم سافروا وانا بحاول اسالهم دايما انتوا بتسافروا ليه كويس المشكله ان احنا مثلا لغايه سنه 2015 كان السفر الهدف الرئيسي منه هو الماده
وعلشان كده كان المستهدف او كانت الدول التارجت لاي طبيب انه يسافر الخليج. دول الخليج بتقدم مقابل مادي مرتفع مع عدد ساعات عمل اقل من مصر طبعا، منظمه شويه، فالولاد بتحب تسافر علشان تكون نفسها زي ما بيقول. كويس، يبقى ادي الماده. لا، وعدد من 2015 الوضع اختلف تماما. وعدد ساعات العمل من 2015 بقى الوضع اختلف تماما. ايه اللي زاد عليهم؟ سالناهم. انا هقولها حضرتك على لسان احد شباب الاطباء اللي سالته، يا ابني انت مسافر ليه؟ المقابل المادي اللي انت هتاخده في الدوله الاوروبيه اللي انت سافرتها دي بالكاد هيعيشك. كويس. يعني مش هتحوش مليم. قال ايه الاسباب الثانيه؟ قال كلمه واحده بس، قال يا فندم انا النهارده هناك، انا النهارده عارف انا فين، السنه الجايه عارف هتعلم قد ايه وهاخد قد ايه، بعد 5 سنين عارف هتعلم قد ايه وهاخد قد ايه، بعد 20 سنة عارف هيبقى معايا كام وهقبض قد ايه وهتعلم ايه وهشتغل ايه وما اشتغلش ايه. كويس. هنا في مصر انا مش عارف بكره هشتغل ايه. طيب خليني اعذرني هنا المقاطعه، ويمكن دكتور ايهاب كنت اتكلمت على اللجنه التي شكلت من وزير الصحه وانعقدت عده مرات، اكيد بحثت اسباب هجره الاطباء وخلصت إلى نفس النتيجة ونتائج أخرى. لا، في الحقيقة أنا أختلف مع الدكتور محمد في النقطة اللي قالها، إن الأجور مش على لما بيقول إن الأجور مش على رأس المشكلات. لا، الأجور على رأس المشكلات وعلى رأسها طبعا. في عندنا عدة عوامل، على رأسها تدني الأجور الذي لا يكفي الطبيب للحياة الكريمة، خاصة شباب الأطباء. في عندنا تدني المعاشات نفسها، لما يطلع حد على المعاش ويبقى معاشه 2500 ولا 2700 جنيه، هو بيفكر من صغره انه عايز يأمن لنفسه واسرته فلوس علشان بعد ما يطلع على المعاش. عندنا المسؤولية الطبية، عندنا عدم الأمان الوظيفي والاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم. عندنا التعسف الإداري، يعني في عندنا مشاكل حضرتك، يعني لما بنقول الأجور وهي محتاجة فلوس، لكنها محتاجة فلوس، وفلوس مهمة جدا. طيب. ودي من أولويات، لا بد أن تكون من أولويات الدولة هذه التحسين. وفي ضوء هذه التحديات حضراتكم قدمتم مقترحات فيما يخص قانون المسؤولية الطبية عشان التحديات دي يتم التغلب عليها. كان دكتور محمد كنت بتقول لي المشكلة مش في المادة، من ناحية أنه مش محتاجين احنا تمويل كبير عشان نبدأ ننظم هي دي النقطة اللي أنا قصدي عليها. أنا على فكرة معلش يمكن اتفهمت غلط، أنا لا أقصد أن الأجور غير موجودة في الأولويات، لكنها ليست على رأس الأولويات. رأس الأولويات برضو في نفس الإطار دكتور إيهاب هتلاقيه مختلف مع حضراتكم. طبعا طبعا مختلف طبعا، لكن عشان نصلح عشان نصلح مستقبل الولاد فين. حضراتكم درستوا وخلصنا كمان الى ريتينشن بلان واضحه. ما ده انا عايز اسمعه، لان حضرتك كمان كنت قلت لي واحنا في الفاصل انه الموضوع مش محتاج فلوس كتير عشان يتظبط. بالظبط. الموضوع تنظيمي اكثر منه تمويلي. قولني يعني انا مش محتاج من مخصصات الدوله او الموازنه العامه ان انا احمل عليها بزياده، احنا كلنا عارفين. كويس كويس. لكن محتاجين ننظم شويه حاجات. فنعمل ايه بقى؟ العالم كله بيشتغل بما يعرف بالكي بي اي. احنا عندنا في مصر مثلا الاطباء العاملين بالظبط يعني ما معنى بيرفورمانس انديكيتور بالظبط المستهدفات او بالظبط انا بنفذ حاجات معينه باخد عليها مبلغ معين، ما بنفذهاش مبلغي بيقل. البيزكس بتاع او الاساس الاساسي مرتب بتاع كل الاطباء اللي موجودين في على راس وزاره الصحه بيتحدد طبقا لاقدميتهم، مش بيحدد طبقا لموقعهم، ولا بيتحدد طبقا بيشتغلوا قد ايه في المستشفى. كلنا عارفين ان في ناس بتشتغل في المستشفيات العامه وبتاخد نبطشيات وبتشوف 1100 مريض في اليوم، في منهم بيشتغل 96 ساعه بيشتغلوا بالاسبوع بالظبط، نبطشيات متصله. وفي ناس تانية قاعده على مكاتب اداريه، وده ما يقللش منهم، بس دول بيشتغلوا شغل تاني مهم برضه، بس ما بيشتغلوش بنفس التعب. طب انا اديهم زي بعض ازاي؟ طب ما نيجي نحسبها، ما نحسبها بعدد المرضى اللي بيشوفوهم. بلاش الاطباء او النقابه بتطالب من فتره طويله جدا ببدل العدوى، وانا متفق معاهم تماما بزياده بدل العدوى، بس ما ينفعش كل الناس تاخد بدل العدوى، ما ينفعش كل على اعينته. طب ما تيجي احسبها، ما يجي بقى العدوى بتاع مستشفيات الحميات مستشفيات الصدر يبقى الاعلى، ويبتدي يتدنى تدريجيا لحد ما في تخصصات مش محتاجه بدل العدوى اصلا. احنا لو عملنا التنظيم ده وده موجود في الخطه اللي تم تقديمها، يعني حاجات تانية تم تقديمها فين؟ للجنه العليا لتحسين احوال الاطباء. احنا قدمناها في المجلس. كويس. وتم مناقشته، وعلى فكره يعني اللجنه دي تم تشكيلها بعد الاقتراح اللي تم تقديمه في المجلس. يعني اعتقد ان اللجنه تم تشكيلها استجابه مشكوره من الوزاره لما تم مناقشته في المجلس بحضور ممثلين من الحكومه. كويس. طيب دكتور ايهاب ايه رايك في هذا الطرح؟ بص يا استاذ رامي، المشاكل معروفه عند كل المسؤولين وعند الجهات التنفيذيه والجهات التشريعيه، والحلول معروفه عند الجهات التنفيذيه والجهات التشريعيه. وارجو واحنا اطباء ارجو ان احنا يبقى تشخيصنا صحيح للمرض علشان نحط ايدنا على العلاج الصحيح. عندنا امور مش محتاجه فلوس، ده حقيقي، وحلها سهل وفي ايد وزاره الصحه وما بتتحلش من سنين. ليه؟ عندنا مثلا في قرار لوزير الصحه الاسبق
المرحوم الدكتور أحمد عماد الذي قصر بعض الترقيات الفنية، منعها عن الحاصلين على الماجستير ومنعها بأثر رجعي، وهذا أمر غير دستوري وغير قانوني، وبنطالب بإلغاء هذا البند من القرار. لينا سنين لم يتم إلغاء هذا البند من القرار، لينا سنين بنطالب بعودة التفرغ الدراسي. التفرغ الدراسي كانوا منعينه أيام وجود كورونا عشان محتاجين كل الأطباء يبقوا موجودين، وساعتها إحنا نفسنا قلنا عندكم حق، مجابهة المرض والوباء كلنا واجب علينا كلنا. دلوقتي الحمد لله كورونا خلصت، ما يرجعش للتفرغ الدراسي علشان خاطر الشباب الأطباء يعرفوا يدرسوا ويعرفوا يتابعوا دراساتهم العليا. فدي أمور غريبة. حاجة مش محتاجة فلوس، قانون المسؤولية الطبية اللي ليه سنين في مجلس النواب، تشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء ووضع نظام ليها فعلي، لينا سنين بنطالب بيه. دي كلها أمور مش محتاجة فلوس، بالإضافة لأمور محتاجة فلوس، ولكن مهما كان الإنفاق فهو ضروري جدا. وعندي حل ليها في الحقيقة. دلوقتي إحنا عندنا أعلن المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل إن في ملتقى صحة إفريقيا سنة 2023 أعلن إن فائض ميزانية هيئة التأمين الصحي الشامل في أبريل الماضي كانت 78 مليار جنيه فائض. كويس قوي، إحنا لو خدنا ربع هذا الفائض هنقدر نعمل بيه تحسين عاجل لأحوال هؤلاء الأطباء في الأمر اللي محتاج فلوس. وعندنا بعد كده خبراء اقتصاد يقدروا يحطوا بقية الأمور اللي محتاجة فلوس ضمن جدول زمني طبقا لفقه الأولويات. كويس. لكن إن إحنا دايما نسيب الأصل ونقعد ندور ونحط راسنا في الرمل عشان ندور على حلول غير منطقية، زي حد يطلع يقول لي أزود أعداد الأطباء المقبولين في كليات الطب، لا أصلي أمنع الأطباء من السفر، لا أصلي أفتح عيادات مسائية، ده كله كلام في الحقيقة يبقى بنهزر ومش عايزين نحل المشكلة. استهدف الله بس بالضبط. هي واضح إن كلها اجتهادات غرضها إن هي طيبة، يعني إن يبقى في حل، بس واضح إن هي اجتهادات غير مدروسة في الطرح. لكن اللي أنا واضح بالنسبة لي إنه التشخيص واضح جدا، المشاكل اللي عندنا ولدينا بعض المقترحات، امتى ناخد خطوه بقى دكتور؟ المقترحات حاليا قدام اللجنه العليا لتحسين احوال الاطباء برئاسه سياده الوزير، وفيها السيد رئيس لجنه الصحه بمجلس الشيوخ عضو في اللجنه، وفيها السيد نقيب الاطباء عضو في اللجنه، واعتقد ان الخطه دي تحديدا موجوده امام اللجنه، وفيها حاجات كتيره جدا حازت او نالت اعجاب اعضاء اللجنه، واعتقد ان قريبا ممكن نبتدي التنفيذ، خاصه ان الحلول زي ما بقول لحضرتك مش صعبه. يعني فكره ان الولد يبقى عارف تعليم طبي مستمر، منصه للتعليم الطبي المستمر موجوده، الكي بي اي زي ما بقول لحضرتك، مجموعه من الامتيازات العينيه، وفي كمان اقتراح مهم جدا لسياسه التوزيع التكليف العادل زي ما حضراتكم بتعملوا في المجلس او بيعمل رئيس المجلس، وبناء عليه انا في حاجه بس نسيت اقولها ودي مهمه، اديني بيها 30 ثانيه عشان دي مهمه. في اقتراح مهم جدا، وده من الاسباب اللي بتخلي الاطباء ما بيحبوش يلتحقوا بوزاره الصحه وبيمتنعوا عن استلام التكليف كمان، وهو هي توزيع التكليف. الولد بيبقى من الشرقيه وبيلاقي نفسه في سوهاج الولد. صحيح. وهكذا. ليه ما نعملهاش؟ كانت المشكله دي في مسلسل بالطو كانت وموجوده في كل حته. ماشي. ليه ما نعملهاش فيدراليه؟ كويس. طيب يبقى اذا في ضوء ذلك احنا عندنا لجنه تحسين احوال الاطباء، واللي شكلت بعد يعني توجيهات من السيد الرئيس لدراسة الأمر عشان نقدم حوافز للأطباء. مزبوط. والرئيس نفسه مهتم بهذه القضية لأنه بيتابع وعارف قد إيه هجرة الأطباء، معدلاتها زادت الفترة اللي فاتت. فأنا أتمنى قبل نهاية هذا العام يبقى في بوادر للحلول والمقترحات العظيمة دي كلها من خلال اللجنة ومن خلال الحوار الوطني، إن شاء الله يناقش أيضا هذه الحلول المطروحة، لعل وعسى قبل نهاية 2023 يبقى في تحرك في هذا الملف إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور محمد ودكتور إيهاب بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار الثري.